معلم جمال صاحب محل الفراخ ده. تمام، ممكن اعرف منك الاقبال دلوقتي هل زايد على ان الناس بتشتري يعني دلوقتي اكتر رجول الفراخ والهياكل ولا لا؟ طبعا دلوقتي في عز الخلل اللي احنا فيه حضرتك، الفراخ واصله 50 جنيه، البانيه ب 100، الوراك ب 55 جنيه. الناس بتاخد الرجول والهياكل والاجنحه ديت ليه تطبخها وتاكلها من الغلا، لكن حكايه ترند الرجول والهياكل بياخدوها ويصدروها الصين والكلام الفاضي ده لا، الناس بتاخدها الايام دي في مصر بسبب ان حاجه غاليه فبياكلوها. يعني دلوقتي الناس بتجيبها، الناس بتاخدها تاكلها. انا من الناس يعني عندي انا في المحل الناس بتيجي تشتريها مني بتاخدها للاكل. تمام، الاسعار بتاعتها كام؟ كيلو بكام؟ 5 جنيه كيلو الرجول النهارده، ب 5 جنيه كيلو الاجنحه النهارده، كيلو الجناحات ب 40 جنيه. الرجول اسعارها كانت كام وبقت كام؟ كانت ببلاش. كان الرجول دي ببلاش، ما كانش حد بيشتريها خالص، كنا بنديها للناس كده. انا اسف في الكلمه، طبعا الناس بتاخدها للكلاب للقطط. تمام. حتى دلوقتي بيجي ياخدوها عشان ياكلوها. ليه؟ لان الغلا فاحش. النهارده بتيجي تاخد فرخه 2 كيلو بعامله 100 جنيه. فبيقول لك لا انا عايز كيلو اجنحه اعمل بيه اكل المحشي، اعمل بيه اي حاجه، المهم تاخد بيه اي حاجه وخلاص. هل اسعارها متوقع ان هي تزيد الفتره الجايه بعد الاقبال الكبير اللي عليها يعني؟ بالنسبه لايه؟ لرجول الفراخ والهياكل. وبعدين هي دلوقتي لو الفراخ غلت اكتر مش هيبقى فيه رجول من اساسه. واخده بالك انت؟ لان مش هيبقى فيه بيع، مش هيبقى فيه رجول، مش هيبقى فيه اجنحه. لو الحاجه غليت ازيد من اللازم، لان انت دلوقتي احنا بنبيع فراخ بيطلع منها رجول، بيطلع منها اجنحه، بيطلع منها هياكل. لو الفراخ غلت اكتر من كده تاني مش هتبقى فيه رجول حضرتك. لازم الدولة الصنايعي، احنا بقى صحاب محلات بنسيب الرجول والرؤوس والحاجات ديت الصناعية اللي عندنا. تمام. الصناعية دلوقتي بايعين بيجي ب 100 جنيه، احنا كصحاب محلات ما عملناش ال 100 جنيه بسبب غلو الفراخ.